هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. اعزائي طلبه الصف السادس الاعدادي، نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. اوبن يور اكتيفيتي بوك اون بيج 39 يونت 2 ليسن 8. هنا ليسن 8 اكسرسايز اي، لوك ات ذا كارتونز، انظر الى الصور. واتس رونج، ما هو الخطا ان ايتش بيكتشر، ما هو الخطا في كل صوره. طبعا الجواب يكون من خلال مشاهده الصور. هنا طبعا النمبر 1 الصوره الاولى يقول ذا درايفر از سبيدنج، هنا السائق از سبيدنج مسرع. 2 ذا كار نيدز ريبير، السياره تحتاج الى تصليح. اند از باركينج، وقد اوقفت illegally بصوره غير نظاميه بالشارع. 3 ذا درايفر ليفت هيز كيس، السائق ترك المفاتيح ان ذا اجنشن، في المشغل. هنا الصورة رقم 3. هذا بالنسبة لأكسرسايز A. أكسرسايز B page 40. هنا يقول you are going to write، أنت سوف تكتب ألف لتمنشور about road safety، حول الأمن سلامة الطرق. For new drivers، إلى السواق الجدد. Write a list، اكتب قائمة of things، من الأشياء they should and shouldn't، التي يجب أو لا يجب do فعلها. on the left، على اليسار. and the reasons، والأسباب or examples، أو مثال to support your لإسناد your ideas، أفكارك. on the right، على اليمين. use the topics، استخدم المواضيع. in the box، التي في الصندوق. to help you، لمساعدتك. طبعا نستخدم الكلمات الموجودة هنا في هذا الصندوق حتى نسوي جمل ونتائجها. عندنا هنا نمبر الفراغ، يعني يكون املاء جمل حسب الاسبقيه. هنا يقول don't leave your car at no parking zone، لا تترك سيارتك في مكان ليس يعني في الجراج. ليش هنا؟ شنو السبب؟ police not allow that، البوليس او الشرطه لا تسمح بذلك. don't leave valuable in the car، لا تترك الاشياء الثمينه في السياره. They can be stolen، ممكن أن تسرق. Don't leave light on، لا تترك اللايت مشتعل. The battery will go down، سوف يهبط البطارية. Don't use، لا تستخدم the brake suddenly، البريك أو الموقف بصورة مفاجئة. The car may turn over، قد تميل السيارة أو تنقلب. Avoid speeding، تجنب السرعة. It is dangerous، إنه من الخطورة. And not allowed، وغير مسموح بها. هنا عندنا exercise C في نفس الصفحة. Write your ideas، اكتب أفكارك. In two paragraphs، في فقرتين. Look at the paragraph، انظر إلى الparagraph headings، إلى العناوين الparagraph. To help you، لمساعدتك. Decide، أن تقرر. Where to put your ideas، أن تضع أفكارك. عندنا هنا عنوانين، درايف سيفتي، السياقة الآمنة، وعندنا كيب يور كار سيف، واجعل سيارتك آمنة. طبعا هنا درايف سيفتي يقدر الطالب يجيب جمل، أي جمل هنا استخدمناها بالتمارين السابقة حول السياقة الآمنة، يخليها في جملتين ثلاثة هنا. وهنا كيب يور كار سيف، جعل السيارة آمنة، أيضا يختار من التمارين السابقة جمل يوضعها في هذا المكان، أو يسوي فت فقرة حتى يعني من خلال استطلاع التمارين السابقه وحلها. عندنا هنا اكسرسايز اي بيج 41 ليسن 9 الدرس التاسع. عندنا اكسرسايز اي، تمرين اي، اندرلاين ذا كوركت ووردز، ضع خطا تحت الكلمات الصحيحه. الكلمات الصحيحه نمبر 1 ذا لاند فورس، وهاي طبعا تمارين كلها حفظ يعني اللي بها اختيارات وفراغات. نمبر 1 the land او the land force، القوه البريه. the navy، والبحريه. and the air force، والقوه الجويه. are all، كلها. branches لو types of the military، يعني نريد كلمتين. نوع لو فروع من ال branches لو types، يا كلمه الافضل. طبعا الكلمه الافضل هي فرانس حسب ما ورد في القطعه اللي خاصه بهذا ال، يعني هي تعتبر هنا الكلمة الصحيحة يا فرانس. نمبر 1 يعني فروع من الميليتري للجيش. 2 you must be 18، يجب ان تكون بعمر 18 years old to belong
او تو جوين ذا ميلتري، ان تلتحق بالجيش. طبعا تاخذ هنا رقم 2 تاخذ جوين حسب ما موجود بالقطعه لتلتحق بالجيش. 3 ذا ميلتري نيدز، ذا ميلتري نيدز، الجيش يحتاج بيبل، ناس تو كير اوف، لتعتني اور مينتين، او تصون ذا اكويبمنت، الاجهزه والمعدات، اند فوكال، والمركبات. طبعا هنا الاختيار الثالث هو مينتين، مينتين حسب ايضا ما ورد في القطعه. 4 في الجيش يو كان تيك ذا تيست، بامكانك ان تاخذ امتحانا او اختبارا تو بيكم، لان تصبح ان اوفيسر، ان تصبح ضابطا او اوفيشال. طبعا انها تاخذ ان اوفيسر يعني رقم 3 اوفيسر ضابطا حسب ما ورد ايضا مثل ما قلنا بالقطعه. 5 if you pass this test، اذا اجتزته او نجحت في الاختبار، you have more responsibility، سوف تكون لديك more responsibility، الكثير من المسؤوليات، and you investigate، وان تتحرى او supervise او تراقب other people. طبعا حسب ما ورد بالقطعه supervise، تراقب باقي الناس او تشرف على باقي الناس. 6 when you leave the military، عندما تترك الجيش او تتسرح من الجيش، your training تدريبك can help you، ممكن ان يساعدك find بايجاد criminal law civilian. طبعا هنا تاخذ civilian يعني civilian job يعني مهمه مدنيه، سوف يفيدك التعليم في حياتك المدنيه. هنا اكسرسايز بي، هنا بيج 41 صفحه 41، وهذا ايضا تمرين حفظ. كومبليت ذا فريزز، اكمل العبارات بلو في الاسفل، وذ ووردز، بكلمات فروم ذا بوكس، من الكلمات التي في المستطيل او البوكس، ذير از وان اكسترا وورد، هناك كلمه اضافيه. طبعا هنا نزاوج الكلمات اللي موجوده بالبوكس مع الكلمات اللي موجوده بالارقام، وهذا التمرين طبعا مهم وحفظه، فيصير سكيورتي كاميرا، كاميرات المراقبه، تو ميتال ديتكتور، الكشاف المعدني، واكس راي ماشين، وماكينه يعني الاشعه، جهاز الاشعه، وسبيد ليميت، والسرعه المحدده، سبيدنج تيكت، بطاقه السرعه، ورادار سبيد جن، بندقيه السرعه، وكونفاير بيلت اللي هو حزام الحزام الناقل. هنا عندنا اكسرسايز سي بيج 42 صفحه 42، هذا ايضا حفظ. اكسرسايز سي كومبليت ذا سنتنس، اكمل الجمل وذ ان ابروبريت فيرب، بفعل مناسب. نمبر 1 درايف موست، السائق يجب ان اوبي، اوبي يعني اوبي يجب ان يطيع، اوبي يطيع ذا سبيد ليميت، يطيع السرعه المحدده. 2 يو موست، يو موستنت، انت لا يتوجب عليك درايف، ان تسوق without your seat belt، بدون حزام الامان. 3 you are your car mustn't، سيارتك يجب ان تكون، رقم 3 هاف، يجب ان تحصل على او فيها تحتوي على broken lights، لا يجب ان تحتوي على broken light، mustn't، لا يجب ان تحتوي على broken light. 4 you can، هنا you can، 4 you can take the bus، بامكانك اخذ الباص، so you don't have to، لذلك لا يتوجب عليك، رقم 4 تيك، و4 لا يتوجب عليك تيك يور كار، اخذ سيارتك. 5 when you ride a motorcycle، عندما تركب الدراجه البخاريه الناريه، you must، رقم 5 you must wear، يجب ان تلبس هيلمت، الخوذة الفولاذية. 6 you must، 6 انت يجب، pay، هنا تاخذ الفعل pay، يجب ان تدفع a fine، غرامة، when you get a ticket، عندما تحصل على البطاقة. 7 you must slow down، يجب ان تبطئ السرعة او تخفف السرعة، at round about، في المنعطفات، by but you don't have to، لكن لا يتوجب عليك، رقم 7 stop، لكن لا يتوجب عليك، خفف السرعة، لكن لا يتوجب عليك الوقوف في المنعطفات. 7 you must slow down، يجب ان، او حلينا هاي،
8 you must you must 8 let now يجب ان let people يجب ان تدع الناس cross the street يتعبر الشارع at best train crossing في تقاطعات العبور 9 فرقم 8 let 9 if you هنا commit هنا commit if you commit a crime اذا ارتكبت جريمه the police will arrest you سوف يسجنك البوليس وهذا مثل ما ذكرنا بانها يجب ان تحفظ Now exercise D في نفس الصفحة complete the article اكمل المقال with the words بكلمات من بالكلمات from the box بكلمات من البوكس هنا الصندوق فراح نحلها مباشرة the police got a call about البوليس حصل على نداء من about a robbery حول حادث سرقة last night في الليلة الماضية when they got to the رقم واحد الى crime scene عندما حضروا الى مشهد الجريمة هاي هنا crime scene تاخذ crime scene they found footprints وجدوا طبع الاقدام and شو وجدوا بعد fingerprints وطبع الاصابع او البصمات they think هم اعتقدوا were left بانه ال criminal المجرم تركها they are still رقم ثلاثة they are still investigating هم لا زالوا يتحرون the crime حول الجريمة but they think لكنهم يعتقدون they will رقم أربعة they will arrest إنهم سوف يسجنون أو يوقفون someone soon شخص ما قريبا police caught البوليس مسك رقم خمسة البيك بوكيت مسك البيك بوكيت النشال زين رقم خمسة البيك بوكيت النشال هو هاد ستالين الذي سرق several wallets بعض المحفظات and mobile phones والموبايلات at the airport في المطار the same man نفس الرجل the same man الرجل also stole سرق some baggage بعض الأمتعة ذات أو الحقائب ذات passenger التي المسافرين had left تركوها unattended تركوها بدون مراقبة رقم ستة unattended the waiting room غرفة الجلوس أو الانتظار while في غرفة الجلوس أو الانتظار while he bought بينما هم هو اشترى مجلسين بينما هو اشترى جريدة أو مجلة the thief had اللص had disposed of قد تخلص منها تخلص منها the stole property الذي تخلص من الحاجيات المسروقة when the police found عندما البوليس فوندهم وجدوه but they spoke to لكنهم تكلموا إلى الوتنس إلى الشهود الوتنس هنا هو سيد الذين قالوا she had seen إنه قد شاهدوا هاد سينهم شاهدوه steal the items يسرق الحاجيات عندنا exercise E page 43 match the beginnings زاوج البدايات and the endings والنهايات of the sentence للجمل number one I must get up early أنا يتوجب عليه النهوض صباحا early مبكرا tomorrow هاي هنا رقم تاخذ واحد number one تاخذ C سي شو تقول هنا سي because بسبب I don't want لأني لا أريد لا أرغب أن to be late again أن أتأخر مرة ثانية you needn't أنت لا تحتاج to take some much baggage أنت لا تحتاج إلى أخذ الكثير من الحقائب رقم اثنين تأخذ أي ليش on weekend trip على لا تحتاج أن تأخذ الحقائب في رحلة نهاية الأسبوع three we mustn't نحن لا يتوجب علينا forget أن ننسى رقم ثلاثة if to take our passport يجب علينا أن لا ننسى أن نأخذ الباسبورت اللي هو الجواز four you needn't to أنت تحتاج إلى أنت لا تحتاج إلى get a special license أنت تحتاج إلى أخذ you need to أنت تحتاج إلى أخذ أو الحصول على special license على إجازة خاصة for B تأخذ B to drive a lorry للحصول لسياقة اللوري 5
she has to. هو هي يتوجب عليها رقم هنا تأخذ الحرف دي. دي شو تقول؟ يتوجب عليها wear أن تلبس uniform زي موحد at her new job في وظيفتها الجديدة. six I don't have to. ستة I don't have to تأخذ e. leave so soon يعني لا يتوجب عليه المغادرة قريبا. وهاي طبعا الاختيارات الموجودة حسب الأحرف. عندنا exercise F page 43. هنا طبعا نستخدم should أو shouldn't حسب معنى الجملة، يعني يجب أو لا يجب. هاي تعتبر من الموضوع advice نصيحة أو الضرورة. underline the best word، ضع خطا تحت الكلمة الصحيحة in the second sentence في الجملة الثانية. Number one we left 2 hours، نحن غادرنا قبل ساعتين early مبكرا. We should لو shouldn't miss the plane، يجب أن يعني لن تفوتنا الطائرة. طبعا لا يجب أن تفوتنا الطائرة لأن راح قبل ساعتين. shouldn't number one. Two the police found fingerprints، البوليس وجد البصمات at the scene في المشهد الجريمة. They should لو shouldn't arrest the thief soon، طبعا should لا تأخذ should، هم يجب أن يوقفوا اللص قريبا. 3 he studied، هو درس studied hard، هو درس بجد. he should لو shouldn't fail the exam، طبعا should هو يجب أن shouldn't هو لا يتوجب عليه الفشل في الامتحان يعني درس جيدا. رقم 3 shouldn't. 4 he learned about هو تعرف حول computers، تعلم حول الحواسيب in the military في الجيش. he should لو shouldn't be able to help me fix mine، طبعا he should هو يجب عليه أن يصلح أو يتوجب عليه أن يعرف أن يصلح يعني جهازي أو يكون قادرا على إصلاح الجهاز. 5 there are security cameras، هنالك كاميرات مراقبة in the building في البناية. the security guard الحرس الأمني should لو shouldn't see if anyone can comes in، طبعا should يجب أن يشاهد أي شخص أتى ما زال عنده security كاميرات المراقبة. فرقم 5 should. 6 she is preparatory، هي في الصف السادس الإعدادي. she should لو shouldn't graduate this summer، هي طبعا should يجب أن تتخرج هذه السنة لأن هي في الصف السادس. هذا بالنسبة لـ exercise F. عندنا exercise G page 43. Complete the dialogues، اكمل المحادثات with let's باستخدام let's والwould والcould والcan والshould والshall and will. Use each word only once، استخدم كل كلمة مرة واحدة. طبعا هنا راح نملي الفراغات حسب الأسبقية. علي would أو could أو can، أي واحدة من ذني يجوز استخدامها لأن هذا يعتبر polite request، يعني يعتبر polite request طلب مؤدب. يعني علي could you drive me، ممكن أن تسوق لي to the match للمباراة this afternoon، هذا طلب مؤدب يطلب من عدي يسوق للمباراة ذهاب للمباراة. قال له شور، رد عليه بالتأكيد you know أنت تعرف. you should هنا you should get driving license، ينصحه يقول له أنت يجب عليك أن get حصول على driving license الجهاز السوق. you are old enough أنت كبير بما يكفي to drive للسياقة. هدى هنا هدى قالت can أو could، هنا polite request طلب مؤدب. can أو could أو can you tell me، ممكن أن تقول لي how to get to the mall، كيف أذهب إلى المول. رد عليه البوليس officer ضابط البوليس of course، بالطبع هنا I'll show، هنا تأخذ I'll لأن شني offers يعني عروض أو من العروض من تعابير عروض. I'll show you سوف أريك on the map على الخريطة if you like، إذا أنت تحبي. هنا الفراغ اللي بعده يقول police officer رد عليها قالها could you could أو can أو would، أي واحدة من ذنلي لأن هذا يعتبر طلب مؤدب. يعني could you نختار واحدة بعدين could you show me، ممكن أن تريني
your driving license جواز السوق please رجان. قال له كامل قال له yes here you are تفضل. الفادر والد فرا هنا shall we stop for lunch. هنا الوالد قدم اقتراح او ام سوري يعني عرض قال لهم شل حتى عابر عرض هو شل شلوي ستوب هل علينا ان نتوقف فور لانش لغرض الغداء. رد عليه المذر قالت له ذاتس ا جود ايديا تلك فكره جيده. هنا ايضا قدمت له اقتراح سجستشن قالت له ليتس جيت سم بترول تو دعنا ناخذ نفول السياره او ناخذ بعض الوقود ايضا. هنا التمرين بعده اكسرسايز اتش رايد وات the person is saying اكتب ما يقوله الاشخاص. طبعا عندنا صور نمبر 1 2 3 4 5 الى اخره. اذا الصور يعني من خلال الصور نباوع الصوره ونحاول ان نضع حديث او كلام ينطبق على الصوره حسب ما موجود بالصوره. فجمله قصيره تدل على الصوره فتكون الصوره رقم 1 you mustn't drive so fast لا يتوجب عليك السياقه بسرعه شديده هذا طبعا necessary ضروره. 2 Could you help me? ممكن أن تساعدني with these suit cases بهذه الحقائب. طبعا هذا polite requests طلب مؤدب. 3. Let's have a cup of tea. دعنا نأخذ قدح من الشاي. كوب من الشاي هذا طبعا suggestion اقتراح. هنا قال I'll help you with that. أنا سوف أساعدك مع تلك مع هذه الحاجات. هنا هذا offers أحد العروض offer. Can I see your ticket? ممكن أن أرى بطاقتك. هذا طبعا polite request طلب مؤدب. عندنا exercise J page 45 وهذا طبعا تمرين جدا مهم. Rewrite the sentence اكتب الجمل using the correct form مستخدم الشكل الصحيح of get للget والhave والmake. إذن نستخدمهن في الجملة. طبعا الget والhave نفس القاعدة والmake قاعدة تختلف. قبل لا نحل التمرين نحاول نسترجع القاعدة والملاحظة اللي ماخذينها على هذا التمرين في وقت سابق. هنا استخدام have و get and make. يقول use have and get نستخدم ال have والget زائدا subject زائدا أمسور زائدا object يعني المفعول به زائدا past participle زائدا الفعل يتحول إلى past participle عن تصريف الثالث. when someone when something عندما شخص ما is done فعل to or for someone يعني عندما something شيء ما حصل دون to or for one someone يعني عندما شيء ما حصل لشخص ما أو لأجل شخص ما. مثلا my father had his computer stolen والدي سرق كمبيوتره أو my father is getting the lock replaced my والدي أخذ استبدل الأقفال اليوم. القاعدة الثانية use make نستخدم الميك زائد الأوبجكت. هنا أوبجكت وأوبجكت يعني اثنين هنا يأخذون أوبجكت بس هنا شيء الاختلاف هنا تأخذ باس بارتسبل القاعدة الأولى وهنا تأخذ انفينيتيف مجرد فعل مجرد. وين صمن عندما شخص ما or something أو شيء ما causes يتسبب ب something بشيء ما to happen يعني يحصل. مثلا my father made me go back to my room والدي جعلني أرجع إلى غرفتي. هنا بعد ما استطلعنا القاعدة نرجع للتمرين نمبر 1 يقول somebody stole their television شخص ما سرق التلفزيون. طبعا هنا الجملة اللي بيها somebody أو بيها asked شوف هنا بيها مثلا somebody أو بيها asked somebody to أو بيها يعني أيضا هاي asking somebody to asked somebody to هاي كلها الجمل تاخذ have أو get واضح. لكن الجملة اللي بيها told هنا told بيها أو بيها because of هذا تأخذ made يعني حتى يكون الطالب يفرق بين الجمل. إذا يجي بيها because of because أو told فتأخذ made أو make. وإذا بيها somebody أو ask somebody فتأخذ has have أو get. أوكي فهنا somebody stole their television شخص ما سرق تلفزيونهم. انتبه هنا عندنا القاعدة اللي نستخدمها اللي عرفنا احنا نستخدم بها لو هاز لو هاف لو جيت. فقاعدة الهاف والجيت راح تكون بهالشكل هذا تخلي الطالب من يجاوب يخلي القاعدة هاي قدامه حتى على ضوها يركب جملته. فهنا يخلي الشخص المتأثر او الفاعل بداية الجملة زائد ان الهاف او الجيت. وطبعا اذا الجملة بالزمن الماضي الهاف يصير هاد والجيت يصير جوت.
زائدا الاوبجكت هنا لو يعني الاوبجكت المفعول به يجيبه يستخرجه من الجمله ويخليه بعد الجيت او الهاف، زائدا يشوف الفعل وين ايضا يستخرج الفعل ويخليه بحاله التصريف الثالث. مثلا هنا شو يصير؟ الصمبدي طبعا تحذف هنا، دائما تحذف الصمبدي بالجمله. فهنا يجيب الشخص المتاثر، منين عندنا شخص متاثر؟ الشخص المتاثر ما موجود بالجمله، الفاعل ماكو يعني الجمله بيها. فنحاول نستخرج الفاعل من خلال صفه التملك اللي موجوده هنا their television. their television فهنا ال their television الفاعل مالتها they، they يعني هي اللي تناسب استخرجها من خلال their. فنخلي they بالبدايه يعتبر هو الشخص المتاثر او الفاعل، ونخلي طبعا ما نخلي هاف لان الجمله بالماضي، والماضي شلون عرفناها؟ من خلال الفعل ستول، فتصير they had. they had انه بعدين الاوبجكت اللي هو شنو هو اللي وقع عليه الفعل؟ اللي وقع عليه الفعل تلفزيون، تلفزيون their television، they had their television. والفعل اللي هو ستول اللي بالتصريف الثالث تحول يصير ستالن، فتصير they had their television stolen، هم سرقوا تلفزيونهم. تو رقم الجمله الثانيه، my father asked somebody، والدي طلب من شخص ما to fix the computer، ان يصلح الكمبيوتر. ايضا حسب القاعده هنا الشخص المتاثر نجيبه يا هو my father. my father طبعا الجمله ما تاخذ هاف، تاخذ هاد لان بالماضي، فالهاد تنزل هنا او get. انه نجيب المفعول به، مفعول به بالجمله اللي هو المفعول به the computer. the computer والفاعل الفعل اللي هو لازم نحول التصريف الثالث هو fix، هنا يصير fixed بالتصريف الثالث مالته، يصير my father had the computer fixed. 3 my mother told me، وامي اخبرتني to turn down the music، بانه خفض الميوزك. طبعا احنا قلنا الجمله ذا بيها told وبيها because of، تاخذ يعني تعتبر سبب مسبب، فتاخذ قاعده الميك او الميد. فهنا قاعده الميك او الميد السبب، هنا السبب اللي حدث به شيء اللي سبب بالشغله، زائد الميد او ميك زائد المفعول به، وبعدين الفعل يكون مجرد عكس هاي القاعده، المفعول به يكون باست بارتيسيبل، الفعل يكون باست بارتيسيبل، لا الفعل يكون هنا مجرد بالتصريف الاول زائد تكمله الجمله. فيكون الحل بهاي الشكل هذا، السبب يقول يا هو اللي جعلني اخفض الميوزك، طبعا ماي ماذر اللي هو امي، فتصير السبب يصير بالبدايه. نستخدم النو بالميد لان الجمله بالماضي، ما ناخذ ميك ايضا جمله الميد هنا. زين النو المفعول به، مفعول به هذه موجود، هو اللي جعلني مفعول به هذه ضمير مي. زين وبعدين تيرن داون ذا ميوزك، هنا تيرن داون ذا ميوزك هي اساسا تيرن داون هي بالمضارع اللي يعني قبلها تو، فترجع لنفسها لان هو يريد معنا فعل مجرد تيرن داون ذا ميوزك. 4 هي اسكت سمبادي تو كات هيز هير، هو طلب من شخص ما ان يقص شعره. طبعا احنا قلنا هاي اسك سمبادي تحذف بالجمله من نريد نجاوب، فنجي حسب القاعده اللي موجوده عندنا اللي قلناها هنا، هاي القاعده الفوق، نجيب الشخص المتاثر نخليه بالبدايه هي نوب، نستخدم هاد لان جمله بالماضي، ما ناخذ هاد تصير هاد. مش بقى عندنا حسب القاعده، بقى عندنا الاوبجكت المفعول به والباست بارتيسيبل. المفعول به شنو هو اللي يوقع عليه الفعل؟ هيز هير الشعر. زين وناخذ الكات، الفعل الكات هنا الموجود عندنا، فنخليه بالتصريف الثالث، الكات هو نفسيته التصريف الثالث مالته نفس الفعل، يعني يصير هي هاد هيز هير كات. عندنا 5 يسترداي ماي فادر، والدي انت والدي اسكت سمبادي طلب من شخص ما تو كلين ذا كار، ان ينظف السياره. طبعا اسكت سمبادي هنا طبعا هاي الجمله اسكت سمبادي تحذف، وهي تاخذ القاعده اللي فوق هنا هاد جيت او كذا زائدا المفعول به وانه بالتصريف الثالث. هنا تصير جمله الحل مالتها يسترداي والدي، والشخص المتاثر من هو يسترداي والدي، يسترداي ام سوري امس ماي فادر الشخص المتاثر والدي، هنا تاخذ هاد لان قلنا الجمله بالماضي، شوف اسكت من اسكت نعرف انها بالماضي، فنستخدم هاد زائدا انه بعد الهاد نستخدم مفعول به. مفعول به هنا شنو الموجود عندنا؟ المفعول به ذكر السياره هي اللي وقع عليها الفعل. هنا الفعل اللي هو موجود بالجمله عندنا كلين، فكلين يصير كليند التصريف الثالث مالته، طبعا اسكت سمبادي تو كلين هذا تنشال من الجمله، فيصير يسترداي ماي فادر هاد ذا كار كليند. وهاي طبعا تمارين جدا مهمه يجب ان تحفظ لها احتمال تجي بالامتحان الوزاري. هنا ملاحظه بسيطه على هذا التمرين، ملاحظه بسيطه على هذا التمرين،
اذا اردنا نستخدم هنا قاعده الهاف والجيت، هنا يصير الشخص المتاثر بالبدايه. في حاله عدم وجود الشخص المتاثر احنا قلنا سابقا او الفاعل، فنحاول نستخرجه من صفات التملك الموجوده عندنا. اذا عندنا موجود عندنا اور الفاعل يصير او الشخص المتاثر وي، اذا عندنا يور الفاعل او الشخص المتاثر يصير يو، اذا عندنا ات يصير الشخص المتاثر ات، اذا عندنا ذير مثل مساء يعني الشخص المتاثر يصير ذي، اذا عندنا ماي الشخص المتاثر يصير اي، اذا عندنا هيز الشخص المتاثر يصير هي، اذا عندنا هير الشخص المتاثر يصير شي، اذا عندنا اوف ذا تملك فتاخذ لو هيز لو هير، يعني هذا اذا موجود عندنا اوف ذا. اوكي هنا عندنا القاعده الثانيه السبب والميد زائد ان الاوبجكت. هنا اذا عندنا الاوبجكت المفعول به ما موجود فنحاول نستخرجه من الفاعل، فاذا عندنا الفاعل اي يصير المفعول به مي، اذا عندنا الفاعل شي المفعول به هير، اذا عندنا الفاعل ذي المفعول به ذم، اذا عندنا الفاعل يو المفعول به يو، اذا عندنا الفاعل يو وي المفعول به اس، اذا عندنا الفاعل هي المفعول به هم، اذا عندنا الفاعل ات المفعول به ايضا ات. هذا في حالات معينة إذا ما موجود عندنا مفعول به، وهذا أيضا في حالات معينة إذا الشخص المتأثر ما موجود، وهذا كل ما موجود بهذا الموضوع أعزائي. وراح ننتقل للتمرين الآخر. عندنا اكسرسايز كي آخر تمرين بهذا الليسن 9 رايتنج الكتابة. أحمد wants to be a security guard. أحمد يريد أن يكون يعني security guard حارس أمني. He is meeting the manager. هو قابل المدير of the security company لشركة الأمنية tomorrow. سوف يقابل المدير غدا morning صباحا at 9 في الساعة 9. It takes 30 minutes. سوف يستغرق 30 دقيقة to go from his house للذهاب من بيته to the security company إلى شركة الشركة الأمنية. The manager sent him directions. المدير أرسل له الإرشادات and a map وخريطة. Write a letter. اكتب رسالة to أحمد إلى أحمد of 120 بمئة إلى 120 كلمات. Giving him أعطيه advice نصائح on how to get the job. كيف يحصل على وظيفة. Use you should or shouldn't. استخدم مصطلح should أو shouldn't يعني تقديم نصائح in your letter في رسالتك at least 5 times. استخدم هاي المصطلحات 5 مرات أقل شيء. write 2 paragraphs ويكون إنشائك على شكل فقرتين. الباراجراف الأول الفقرة الأولى advice نصائح on getting to the interview نصائح كيف تدخل إلى المقابلة. الباراجراف الثاني الفقرة الثانية advice نصائح on the interview نصائح حول المقابلة. What to wear ماذا تلبس. What to say ماذا تقول إلى آخره. وبتبدأ الرسالة باستخدام دير أحمد وتكمل على هذه الملاحظات. راح تكتب رسالتك تقدم بها نصائح لزميلك أو أحد أقربائك كيف يدخل إلى المقابلة حسب هذه الملاحظات المطينة. وهذا كل ما موجود بدرسنا أعزائي الطلبة. See you next time.